عم بستنى توضيح. ليش لا تنتزعي علاقتنا؟ جدي عم بيقول تولى انا امور العرس والتنظيم والحنة وكل الترتيبات، انا قلت له ما فيني. عائشة بنت عندها كرامة وما بتسمح بهذا الشيء. اذا حاولت اعمل هيك شيء رح تنتزع علاقتي مع عائشة. مو مزبوط حكي؟ على الاقل نعمل الحنة هون بنتي. اذا كان الجو حلو بنعملها برا. وخلينا نروح نجيب اغراض العرس بسرعة. يعني الثياب والمجوهرات وهيك بده يكون كل شيء جاهز. قلت شيء غلط؟ شوف كيف تضايقت، قلت لك ما رح تقدر. أنا كنت بدي أحكي معكم بهذا الموضوع. ما بدي حدا يتدخل ولا بأي شيء من المصاريف وهالقصة، بس لأنه العادات بتقول الحنة على أهل البنت. فيكن تعملوا ليلة الحنة بسيطة وعدي، ما بدي شيء تاني بنا. مرحبا أختي فيديا. يا روح إمتى إجيتي؟ كيفك؟ زيتون حبيبي. أنت منيح؟ والله انشغل بالي كتير عليكم. كيفو يا مان هلا؟ منيح أحسن، صار معه حادث صغير. فرحت لأنه صغير الحمد لله. لما ركضتي ورحتي هيك بعجلة قلقت وانشغل بالي عليك. لا لا ما في شي مهم، يعني كل شي منيح. سمعت حكي عن ليلة الحنة قبل شوي ولا غلطانة؟ ايه اختي فيديا، جدي حابب يعمل ليلة حنة تليق بسمعة شاهين آفجي ويرفع راسه بحفيدته. رح يكون شي حلو. بس حماتك مبينة بتحب تتفاخر، بدها عروس تكون متفاخرة مثلها مبين. خليها تشوف كيف حتكون العروس. أنا برأيي نخلص قصة السوق اليوم ونشتري لك تياب حلوة وتقيلة. أنا اليوم لازم روح على القصر نشوف فستان العرس. أزادة خانم عم تستناني، حتى أنه لازم روح بسرعة. يلا أنا رايح أوصلك الطريق. اليوم عندي شغل كتير، أنت روح وأنا بروح لحالي. قبل شوي قلتي أنه لازم تروحي بسرعة، بس في عندي كوي لازم خلصه وهذا بياخد وقت، بعدين بروح. شكرا لك. ايه فهمت. مبين انه فريد بيك فرض رجولته عليكي من اول يوم. فريد ما له علاقة. ميرزا روح انت، انا رايح على انطاكيا من شان الجمعية التعاونية، بوصل حفيدتي بطريقي. شي حلوة، حتى انت صرت تخاف من العريس. كتير غريب عدنان، أنه وقت اللي انفصلنا عرفت الزلمة اللي مفكرة حالي بعرفه من 30 سنة وإني أكشف كل كذبه. كتير غريب. ما ضل حكي أعرف أحكي معك أبدا، أنت قضيت علي تماما وقضيت على كلامي. راح الشر أزاد خالي، أنت بتحبي نرفع دعوة تقاسم الأملاك على ذلك. ارفعها فورا. طيب تستأذن. الله معك.